دعما لمواهب الشباب والهواة في مجال التصوير، رصدت كاميرا الحرة في شارع المتنبي لهذه الجمعة إقامة الدورة التطوعية الأولى لفن التصوير الفوتوغرافي برعاية المركز الوطني للعمل التطوعي التابع لوزارة الشباب والرياضة والتي تقام مجانا. الدورة هي اليوم المفروض كان أعلى عدد يوصل لها 60، العدد وصل 136 شخص في الوزارة لمدة 8 أيام. اليوم هو عملي في المتنبي، طريقة التصوير والاحتراف، وراح كلها تصير درجات عليها، وبعدين في نهاية الدورة أكو مفاجآت، أكو أمور راح تمنح لكل متدرب. المدربون وصفوا التجربة بالمهمة والتي تكشف عن مواهب وأفكار الشباب الصغار وتدعمها باتجاه عالم الاحتراف وإقامة معارض الصور مستقبلا، إضافة إلى التجاوب الجيد من خلال تجمعهم عبر صفحات الفيسبوك وحضورهم لأخذ الدروس والمحاضرات. الدورة ماشية صار 4 أيام، واليوم الخامس، اليوم كان دورة عملية بالمتنبي. تعرفين أجواء المتنبي، واحد يقدر يشتغل براحته، يصور براحته، برا الوضع الأمني يقول لك ممنوع، شاب شايل كاميرا يقول له ممنوع. أنا مثلا صحفي أوكي أقدر أتحرك براحتي، بس هو ما عنده هوية الصحفي يتحرك براحته. دورة حلوة الحمد لله، بدينا من يوم 8/2 وراح تنتهي يوم 15/2 إن شاء الله. والله تعلمنا كافة أنواع التصوير، يعني الداخلي والخارجي. بكاميراتهم المختلفة توزع الشباب المشاركون بالتدريب في شارع المتنبي لالتقاط الصور ورصد كل جديد، وليحبسوا لحظات من الزمن في ذاكرة كاميراتهم، معبرين عن فرحتهم بإقامة دورات تراعي مواهب وتطلعات الشباب. هاي الأجهزة الحديثة ممكن تساعدنا على أن احنا نصور بصورة أفضل وبصورة أجمل، لكن تبقى عين المصور هو شيء رئيسي. اهتمام بتصوير أكثر من غير شيء، حتى نوصل الصورة إيجابية للوطن وحبنا له. أنت إيش قد عمرك؟ أنا أعماركم كلها تحبون التصوير. أي أنا عمري 17 سنة. وهوايتي بالتصوير صار لي 3 سنوات تقريبا. شلون اشتركت بهاي الدوره؟ عن طريق الفيسبوك؟ اي عن طريق الفيسبوك. استبرق حسن، الحره.